مجدي بالحاج علي في الأثنية زفر بداية المباراة هنا في ملعب الأهلي برمضان، مباراة منتظرة مشوقة بين الفريقين. تنفذ الركنية في القائم الأول، الدفاع يرجع الكرة لسلالم المروقي، الضغط من جانب مهاجم نجم الرأسي، كرة تعود للحارس أمام الأنف المركز الثاني شبيبة العمران، ثم النادي القربي والنجم الراتسي خماسي الصدارة. وضع الكرة ويسقط يلعب مع زميل، والتوزيع على الكرة منطقة الجزاء، فرصة الأول السقوط وضربة الجزاء، ضربة الجزاء للنجم الراتسي من جهة، ويد الحاج خليفة، يد الحاج خليفة يفتتح النتيجة، يد الحاج خليفة يفتتح النتيجة للنجم الراتسي، أول أهداف المباراة للفريق المحلي. فرحة اللاعب حاج خليفة مع زملائه، وأول أهداف المباراة ضربة جزاء بعد الضغط اللي كان من جانب النجم الراتسي على الصورة التنفيذ، ويحط الكرة على يسار الحارس نصر الدين قويعة. الركنية، ركنية في التنفيذ في القائم الأول، الدفاع بالرأس، الهجوم للنجم الراتسي، النجم الراتسي التي لقى من الجهة اليسرى للاعب ريان الغربي، الغربي باش يصوب كرة سهلة، سهلة الكرة الأخيرة من هذا الجانب وذاك، هذه كرة طويلة في مناطق نجم الراتسي قبل ما تخرج الكرة، التصويبة فرصة التعادل، أخطر كرة لفريق نادي القربي، لفريق نجم الراتسي الانطلاقة عن طريق اللاعب جويني، وزع كرة، الدفاع يبعد الخطر في مرولة، ثم كرة سهلة عند الحارس، التقدم لنجم الراتسي، مالك جمال يعمل مراوغة يصوب جمال الكرة فوق المرمى، حكم يعطي إشارة التنفيذ، المخالفة الأرضية تضرب الدفاع وتمشي سهلة. محمد الصادق محمود، كرة في منطقة الجزاء، التحذير بالرأس وكرة، عجويني يوزع كرة في منطقة الجزاء، أسبق الدفاع المعموري في هذا الشوط الأول، فانتظار الوقت البديل، الانطلاقة ممتازة، الانطلاقة من الدفاع الهجوم يسقط، الحكم يعطي أسبقية اللاعب باش ياخذ إشارة التنفيذ المعموري، كرة أرضية أسيرة، تصويبة فوق المرمى، تصويبة فوق المرمى وحده، أول باش ينفذ التماس، كرة اتجاه مناطق الجزاء ياخذها الحارس، ياخذها الحارس الاخضر البغرمي، خطيره كانت الحويشي، الحويشي باش يوزع كره، يوزع عبد المجيد الحويشي، وستة امتار ربيع بوزيد، المخالفه المنفذه سهله عند الحارس الاخضر البغرمي، التحذير من الجهه اليمنى، خليل بلدي في التوزيع في القائم الثاني، فماش متابعه قضاها فالنادي الرياضي لحمام الانف، الكره والتي لقى من عبد المجيد الحويشي، الكره التنفيذ، الكره لعبد المجيد لشه بيحط على ساق اليسار، يوزع كره يتدخل الدفاع، دقائق الاخيره الضغط يعود فريق المحلي، هذه كرة خطيرة، التصويبة قوية فوق المرمى، فريق نجم الراتسي تنفذ بسرعة، رفع الراية من المساعد، تحذير ربيع بوزيد يرفع كرة، الدفاع يبعد الكرة، محمد الصادق محمود شيعمل، المراوغة، الدفاع يتدخل، ضاعت الكرة فرصة خطيرة في مرولة ثم التصويب، الدفاع يرجع في مرة ثانية، أخطأ كرة لفريق نادي القربي، على انطلاقة ربيع بوزيد يوزع كرة، التحذير، الدفاع يتدخل، يمين حارس الأخضر البغانمي، ربيع بوزيد في تنفيذ الركنية، ياخذ إشارة التنفيذ، كرة في القائمة الثانية، يخرج الحارس العذيبي، كرة تعود وتقطع لفريق النادي القربي، التوزيعة، كرة خطيرة في دفاع نجم الراتسي، ضاعت الكرة، تبقى من الجهة اليسرى المروقي يوزع كرة، التحذير بالرأس، الدفاع يرجع، بقية اللاعبين وربيع بوزيد في التنفيذ، يحط الكرة في القائمة الثانية، يخرج الحارس، يخرج الحارس شاهين بالليل، يد الحاج خليفة، كرة قصيرة، مخالفة قصيرة، محاولة المباغتة، التصويب، والهدف الثاني، الهدف القاتل، روعة 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 الهدف، كرة بالريشة اليسرى، عفوة قاتلة، يعاد الكرة بالشكل الخاطئ من جانب مدافع النادي القربي، الفعل مجدي بالحاج علي يعلى نهاية المباراة 2-2، انتصار فريق النجم الرياسي.